تمام، فهي 67 وهي 60. هسه شو اللي بصير؟ اللي بصير انه انا بدي الاحداثيات الجديده، انا بدي احداثيات الجديده. كيف يعني؟ انا بدي اوجد احداثيات اكس فتحه واي فتحه، شو اللي بصير عندي؟ بقول لك تمام، انت بتعرف انه الزاويه من هون لهون 180، فاذا هي 67 وهي 60 بضل منهم زاويه، واللي هي 180 ناقص الثنتين هذول. هي هون كان شوف دجي معيش على حاسب والله، 180 ناقص الثنتين هذلاك، فكم بتطلع؟ هي 180 ناقص الثنتين هذلاك، فبتطلع معي 52.6. تمام، فهي الزاويه 52.6. تمام، هل نصف القطر تغير الملف؟ تقول لي لا، معناته انا صار معي مثلث بدي ارسمه باللون الاخضر هو كهكذا. تمام، صار معي مثلث زي هيك، هو هيو ترسمه جنب، مثلث زي هيك في زاوية قيمتها 52.6. في عندي الار الها، قديش الار طلعه؟ والله كمان بيهمنا الار، الار له 52. تمام، فبالتالي كم الطول اللي على الاكس؟ بتقول لي 52 كوساين الزاوية. كم الطول اللي على الواي؟ 52 ساين الزاوية. تمام، فشو اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي انه انا بدي الاحداثيات الجديدة، الاحداثيات. بقول بتقول لي شو الاحداثيات؟ وشو الاحداثيات؟ ها بدي اعمل مثلث زي هيك. شو الاحداثيات؟ وشو الاحداثيات؟ بتقول لي بكل بساطة انا معي الاحداثي من هون لهون 80. معي من هون لهون 80. طيب لو انا شلت منه، لو انا شلت منه 80 ناقص المثلثات شو بيعطيني؟ بيعطيني الاحداثي هذا، بيعطيني المسافة هاي. هاي المسافة اللي انا بدي اياها، هاي المسافة هي هسه هاي نقطة اكس، صح؟ هاي نقطة اكس، فهاي ستريس اكس، هاي ستريس اكس فتحة، ليش؟ لانها اكس، فبالتالي ستريس اكس فتحة شو راح يكون؟ راح يكون عبارة عن طول كبير ناقص طول المثلث. طول المثلث كم؟ اللي هو 52 كوساين الزاوية. طب بدي ستريس واي، ترى واي فتحه، بقول لك ستريس واي فتحه، انا عندي هاي المسافه اللي انا بدي اياها، هي باللون الزهر، هيها هاي المسافه. شو بدها تكون؟ بدها تكون ستريس افريج اللي معي زائد طول المثلث هذا. تمام، طب هذا المثلث شو؟ ما هو نفس اللي قباله، تقابل بالراس، معناته راح يكون عباره عن زائد النقطه واي ابعد من الافريج، فبالتالي راح يكون عباره عن 80 زائد 52 ساين 52.6. تمام، طب بدي اشير اكس واي فتحه، بقول لك هو بكل بساطه الاحداثي على محور واي واللي هو نفسه 52 ساين الزاويه. فبالتالي انت بتقدر تستنتج بعض القوانين انه دائما شير اكس واي فتحه راح يكون عباره عن ار الاصليه في ساين زاويه. شو الزاويه هاي؟ حسب اذا مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. تمام، وستريس اكس وستريس واي حسب الشكل، انت بتشوف شو بصير معك. انت كان الشكل هيك، بتشوف اذا لف مع عقارب الساعة، اذا لف عكس عقارب الساعة فاكس راح تقل، واذا واي شو بصير فيها؟ راح تزيد، فبصير الاكس فيها سالب والواي بصير فيها موجب. بس لو لف مع عقارب الساعة راح تلاقي انه الشكل بدل ما صار هيك راح تلاقي انه مثلا لا نزل هيك، فتلاقي انه صار مثلا هيك، فبالتالي ستريس واي راح يقل وستريس اكس راح يزيد، فبصير اجمع عند الاكس وعند الواي بصير اطرح. فانت بالنهايه ما في قوانين ثابته، ليش؟ الوحيد اللي بدك تعرفه انه الزاويه اللي بتكون بالسؤال بضربها باثنين عشان لما لف. ثانيا بدك تشتغل شغلات رياضيات عشان تطلع الزاويه هاي، ومن الزاويه هاي بصير اعمل جمع وطرح. اتوقع انه التشابتر انه هيك افكاره، وهون نفس الاشي، ما في داعي انه تحفظ وحفظ انه والله اطرح واجمع، لا شوف شو اللي لف، شوف شو الفرق بينهم وهكذا. يعني هون قال لي لف 25، تلاقي يحط لك 50، لف 10 وحط لك 20، دائما اللف بضرب 2. يعطيكم العافيه.